هذه قررت أسوي معناها تحدي لأول مرة في دولة الإمارات. تحدي هذا هو سياقة الدراجة اللي هي دراجة الفيسبا سكوتر. إن شاء الله بنقوم مسافة يوم كامل بزور معالم معناها سياحية بالإمارات 46. من نحتفل الحين ب 46 سنة بعيد الإمارات، بقوم معناها زيارة 46 موقع معناها سياحي بالإمارات، ابتداء من دبي، شارجة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، فجيرة، بعدين العين، معنا في داخل في أبوظبي، وفي نفس الوقت بقوم معناها تسلق معناها بالدراجة أعلى جبال في هون في الإمارات، هما جبل الجيش برأس الخيمة وجبل حفيد بالعين. المسافة تكون أكثر من 1000 كيلومتر، وهذا يكون على دراجة سكوتر. التحدي يكون يوم إن شاء الله يوم الجمعة الموافق لواحد ديسمبر. بطلع معناها من دبي، من فندق، هذا فندق ريتريت بالم دبي، الساعة 3 الصبح. ثلاثة الصبح إن شاء الله برجع معناها في حدود 8 المساء، تكون في حدود ما بين 15-17 ساعة سياقات على سكوتر. مو أول مرة عنها أقوم بالمسافة هذه، قمت مسافة طويلة، رحت من أبو ظبي لسلطان عمان صلالة، قمت مسافة 2695 كيلومتر في يوم واحد، هذا بدون توقف بدون نوم. إن شاء الله الإنجاز هذا بقدمه للإمارات، هذا الإنجاز خاص للعيد الوطني، عيد 46. تابعوا المزيد من الفيديوهات على tv.سيدتي.net.